نبدأ أولى أخبارنا من الأزمة اليمنية، حيث أعلن الجيش اليمني أن قواته نجحت في تحقيق تقدم استراتيجي في مديرية ماوية شمال شرقي محافظة تعز اليمنية. وأفاد موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مفرق شوكان وموقعي المدينة وتصعان وجبل الفراشة، إضافة إلى السيطرة على التلال الجبلية المطلة على قرية الهويدة في مديرية ماوية. وأسفرت مواجهات الجيش اليمني مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإنقلابية، فيما أسرت قوات الجيش اليمني 15 من العناصر الحوثية. وتواصل قوات الجيش اليمني تقدمها وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية التي يلوذ معظمها بالفرار. إذن للمزيد حول هذا الموضوع وما يتعلق بالأزمة اليمنية ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد جباري الكاتب والمحلل السياسي اليمني. أستاذ أحمد صباح الخير ونرحب بك على إكسترا نيوز، وما هي أبرز المواقع التي ربما تشهد اشتباكات بين الجيش اليمني وبين الميليشيات الحوثية؟ أولا صباح الخير أخي محمد مجاهد وعليكم على المشاهدين أجمعين. تقريبا أو طبعا أغلب المناطق التي تشهد اشتعالا هي جبهات الضالع وماوية، يعني ماوية هي من ضمن كرش، من ضمن الصبيحة، يعني ماوية تخدموا الجيش في ماوية في الصبيحة تخدموا إلى ماوية. ماوية هذه كانت من ضمن الحدود الشمالية سابقا، أو من ضمن الحدود التي كان الحوثيين يسيطرون عليها. نعم. بالإضافة إلى جبهات الأزارق والضالع، وهناك جبهات ايضا مشتعله في البيضاء. طبعا هذه انتصارات ما شاء الله، يعني انتصارات الجيش الجنوبي والجيش الوطني والتشكيله التامه التي تقاتل هناك، من بينها لواء الولايات العمالقه ومن ضمنها الحزم الامني ايضا، تحققت هذه الانتصارات. نعم. في نقطه لازم اؤكد عليها الان، أنا كنت متابع يوم أمس مع كثير من الأفراد الموجودين في جبهات الضالع وخصوصا في جبهة العود وما إلى وقعطبة وما إلى ذلك وحجر، وكانوا كل الأفراد الموجودين هناك والقيادات يؤكدون أنهم بحاجة إلى أسلحة ثقيلة، أن على التحالف أن يمدهم بأسلحة ثقيلة من ضمنها المدفعيات والدبابات وما إلى ذلك، لأن لديهم أسلحة ولكن متوسطة والأسلحة الثقيلة خفيفة، بالأضافة إلى أنه الحوثيين لديهم الأسلحة الثقيلة ما يكفي. هذه أولا في الضالع. أما في منطقة الأزارق أيضا فهناك انتصارات عديدة تحققت هناك، وتقدم الجبهات التي في الأزارق تقدما كاسحا باتجاه الحوثيين. طيب استاذ احمد، يعني دعنا ننتقل الى ما يتعلق بالوضع الاقتصادي. رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك يقول في تصريحات صحفيه انه ان الحكومه اليمنيه جاده في محاربه او وقف تمويل الارهاب وضبط المنظومه الاقتصاديه. برايك عندما يتحدث رئيس الوزراء اليمني عن وقف لتمويل الارهاب، من اين تاتي هذه الاموال؟ هل من ايران فقط ام ان هناك دول اخرى تقوم بتمويل الجماعات الارهابيه في اليمن لضرب طبعا وحده او لشق الصف اليمني؟ أخي محمد، يجب على الجميع أن يفهم معين عبد الملك وغيره أنه قطر وتركيا والحلف وإيران أيضا ليست بعيدة عما يجري في اليمن، وإنها من أكثر الممولين للإرهاب. جماعة الأخوان المسلمين أيضا لهم اليد الطولة في اليمن في تفريخ الإرهاب وفي دعم الإرهاب. الإرهاب في اليمن جاء كحقيقة أو كواقع حتمي بعد انتصار المقاومة الجنوبية والحزام الأمني وما إلى ذلك في الجنوب. نعم. الآن ما تزال قواعد الإرهاب أو الجماعة الإرهابية موجودة يعني بشكل علني في حضرموت، في سيئون، في حضرموت الوادي بشكل عام، وما زالت تشكل هناك خطرا كبيرا على المواطنين، وخطرا كبيرا على اليمن، وخطرا كبيرا على الدول المجاوره ايضا. اذا الجيش اليمني لا يحارب فقط الحوثيين بل الجماعات الارهابيه التي ربما تتواجد في او كانت تتواجد ولا زالت بعض جيوبها تتواجد على الاقل في حضرموت وفي عدد المحافظات اليمنيه الاخرى، اذا هذه الجماعات ايضا يحاربها الجيش اليمني وليس فقط ما تقوم به الجماعات الحوثيه في بعض من المحافظات اليمنيه تحديدا في الشمال.
ممكن اصحح معلومه بسيطه. الذي يحارب الارهاب هم الجماعه الحزام الامني وكذلك في قوه خاصه لمحاربه الارهاب في عدن. نعم انا اقصد وفي عدن. اقصد القوات الامنيه اليمنيه او المؤسسات الامنيه اليمنيه بشكل عام بما فيها الجيش اليمني او حتى يعني قوات مكافحه الارهاب في اليمن. على كل الاحوال الاستاذ احمد جباري الكاتب والمحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.